إذاعة إم راديو تقدم فقرة من الأبراج، إعداد وتقديم باتريسيا مفوض. مرحبا، فقرة جديدة من الأبراج بقدم لكم إياها عبر إذاعة إم راديو. البداية مع برج الحمل، تشعر بأن أحداث يومك مختلفة جداً ولا تعرف السبب لذلك. طالما أن الأمر لا يؤثر عليك لا تعطي له اهتماماً. مهنياً، فرصة جيدة لعثورك على وظيفة أفضل قريباً، لكن حتى حصول ذلك عليك الاهتمام بعملك الحالي والتفاني فيه حتى آخر دقيقة. عاطفياً، ما فعلته مع شريكك ليس نهاية العالم، فقط قدم الاعتذار الملائم وسوف تعود الأمور إلى مجاريها مجدداً. صحياً برج الحمل، مشكلة الطاقة السلبية التي تملأ جسدك على الدوام هي أكثر ما يجب أن تقلق بشأنه على الصعيد الصحي. تعامل مع هذه المشكلة وسوف تكون أعلى ما يرام. برج الثور، مشاكلك أعمق كثيراً مما تتخيله وستحتاج منك إلى مجهود مضاعف للتعامل معها، لكن التخلص منها ليس مستحيلاً أبداً، فكل شيء قابل للحل. مهنياً، سيكون يومك في العمل درامياً جداً، ستحدث الكثير من الأمور التي ربما لا تكون في صالحك، لكن لا يوجد خطر كبير عليك في الواقع. عاطفياً، لا تجعل علاقتك تتحول إلى سلسلة متكررة من المشاكل والمآسي، أنت لست بحاجة إلى وجود كل هذا في حياتك. صحياً برج الثور، لا توجد أي توقعات صحية سلبية بالنسبة لك الآن، لكن الأمور قد لا تظل جيدة إلى الأبد. منكمل مع برج الجوزاء، شخصيتك التلقائية لا تتخيل وجود الشر في هذا العالم، لذا كثيراً ما تصاب بحالة من عدم فهم ما يجري من حولك. حاول أن تكون أكثر واقعية حتى تستطيع التعامل مع الحياة. مهنياً، لا تحاول جعل الآخرين يؤدون ما عليك من أعمال، بهذه الطريقة أنت لا تتعلم شيئاً، سوف تشعر بالعواقب فيما بعد. عاطفياً، قد لا يكون شريكك الأفضل والأكمل، لكنه الشخص الملائم لك، ومما أثبتته الأيام حياتك مستقرة بشكل كبير جداً وأنت إلى جواره، فحافظ عليه ولا تفقد وجوده إلى جوارك. صحياً برج الجوزاء، تعلم ممن حولك كيفية الاهتمام بنفسك صحياً. هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تفعلها من أجل أن تكون أكثر صحة. منكمل مع برج السرطان، التفكير الجيد من المفترض أن يمنعك من الأمور التي تحاول القيام بها، لكنك تصر على القيام بخيارات خاطئة لا تضر أحداً سواك. مهنياً، لا تبدأ العمل في هذه الوظيفة إلا بعد تأكدك من قدرتك على الاستمرار فيها، قد تفقد حماسك الكبير الذي تشعر به حالياً. عاطفياً، أنت لا تملك شريكك، تذكر أنه شخص مثلك، لديه شخصية ولديه أحلامه وطموحاته الخاصة، وخنقك له بهذه الصورة قد يجعل من المستحيل عليكما الاستمرار في العلاقة. صحياً برج السرطان، في الوقت الذي ستبدأ فيه في التعامل مع مشكلتك الصحية سيكون زمن التدخل قد ولى بالفعل ولم يعد بإمكانك فعل شيء. عزيزي برج الأسد، هناك بعض الأوقات نشعر فيها باليأس من تحقيق أي شيء، لكن ما لديك هو أمر أعمق كثيراً، ربما تحتاج إلى الحديث لأحد الأشخاص العقلاء لإخراجك مما أنت فيه.
مهنياً في هذه الوظيفة يحتاج منك إلى مهارات لا تملكها حالياً، من الأفضل الاعتذار عنها بدلاً من وضع نفسك في مواقف محرجة جداً. عاطفياً، لقد حاولت كثيراً إصلاح ما بينك وبين الطرف الآخر، وحان الوقت الآن لترك الأمور تسير في الطريق الذي بدأته، وهو طريق إنهاء العلاقة بالطبع. صحياً، برج الأسد، لا تشير توقعات الأبراج بوجود أي مشاكل صحية متوقعة بالنسبة إليك قريباً، الأمور ستكون على ما يرام في الغالب. برج العذراء، ليس هناك أي مزايا للأمر الذي تقدم عليه كما تتخيل، على العكس من ذلك سوف يجعل حياتك أسوأ من الكثير من النواحي. مهنياً، شخصيتك لا تلائم أبداً شخصية المدير القوي القادر على التحكم فيما حوله. أنت بحاجة إلى اكتساب أسلوب السيطرة حتى تتمكن من أداء مهامك الوظيفية. عاطفياً، لا توجد أي مخاطر عليك من هذه العلاقة كما تتخيل، بل هناك فرصة كبيرة لتحولها إلى علاقة جادة قريباً. صحياً، برج العذراء، لا تبدأ إهمال نظامك الغذائي من الآن، لقد وصلت إلى الوزن المثالي حقاً، لكن يتوجب عليك الاستمرار للحفاظ على ما حققته. منكمل مع برج الميزان، الطاقة الحالية لك لا تكفي أبداً للاستمرار في هذا الأمر، عليك أن تأخذ شيئاً ملائماً لك كي تستطيع إنجازه. مهنياً، أنت بحاجة إلى طاقة أكبر للعمل في هذه الوظيفة، بعبارة أخرى الأمر أكبر من قدراتك. عاطفياً، لا تسعى إلى إنهاء هذه العلاقة دون رغبة من الطرف الآخر، قد تلوم نفسك لفترة طويلة فيما بعد إذا قمت بفعل ذلك. صحياً، برج الميزان، الاهتمام الكبير بصحتك حالياً ستشعر بفائدته فيما بعد عندما تدرك أنك استثمرت في الشيء الصحيح. برج العقرب، توقع المشاكل ليس تشاؤماً وإنما هو نظرة واقعية جداً لتحديد أفضل الطرق للتعامل مع المعوقات قبل أن تبدأ في الظهور. مهنياً، لا توجد أي إشارات على قرب الاستغناء عن خدماتك في العمل قريباً، لذا دع هذا الوسواس وركز في عملك فقط. عاطفياً، ليس من اللائق أن يحدث الفراق بهذا الشكل، حتى الانفصال يمكن أن يتم بأسلوب أنيق وحضاري يجعل الطرفين يتذكران بعضا بالخير. صحياً، برج العقرب، وجودك في هذا الجو الموبوء بالتأكيد سيعرضك للمرض، كان عليك الاستغراب إذا لم يصبك شيء، ليس أن تستغرب ما أصابك. منكمل مع برج التاسع القوس، ستعرف اليوم أموراً لم تكن تعرفها عن أحدهم، وربما تتعقد علاقتكما بعد معرفة هذه الأمور، مما يؤثر على حياتك في خطوة تالية. مهنياً، حاول أن تجعل إسهاماتك في العمل أكثر أهمية حتى تضمن الاحتفاظ بخدماتك لأطول فترة ممكنة. عاطفياً، عدم احترامك للطرف الآخر ينذر بحدوث مشكلة كبيرة في العلاقة بينكما، ستكون أنت على الأرجح الطرف الخاسر فيها. صحياً، برج القوس، لا توجد أي أسباب خفية وراء ما أصابك، الأمر فقط أنك لم تعتني بنفسك بالطريقة التي كان يجب أن تفعل بها. برج الجدي، ما فعلته لم يكن بسيطاً أبداً، عليك التعامل مع نتائج أفعالك وعدم التأفف منها، لأنك كنت تمتلك الحرية الكاملة لفعل كل شيء وقتها.
مهنياً، أمورك المالية لم تكن على ما يرام مؤخراً، لكن ذلك في طريقه إلى التبدل قريباً. سوف تحظى بدخل إضافي من مصدر لم تكن تتوقعه. عاطفياً، العلاقات العاطفية المتداخلة لك ليست أمراً صحياً على الإطلاق. عليك الالتزام في علاقة واحدة وعدم ترك الأمور تفلت من بين يديك بهذا الشكل. صحياً برج الجدي، أنت بحاجة فقط إلى بعض الاسترخاء للتخلص من تأثيرات الإجهاد عليك. الأمر ليس صعباً كما تتخيل. وصلنا لبرج ما قبل الأخير، الدلو. تغلب على شعورك بالخوف الذي يمنعك من إقامة علاقات مع الآخرين. ستحتاج إلى هذه العلاقات في الكثير من أمور حياتك، فلا تكن جباناً. مهنياً، بعد أن تأكدت من الأشخاص وراء المكيدة التي حدثت لك، حان الآن وقت التحضير للانتقام، لكن تذكر أن يحدث ذلك بهدوء حتى لا يؤثر على عملك. عاطفياً، لا توجد مشاعر كثيرة في هذه العلاقة، لكنها تبدو علاقة مستقرة ومفيدة جداً لك. حافظ عليها لأنها تجعل حياتك متوازنة جداً. صحياً برج الدلو، علاج المشكلة الصحية الحالية لك يجب أن يكون أولوية في حياتك، لأنها تؤثر عليك بشكل كبير جداً. وصلنا لبرج الأخير، الحوت. لا يوجد ما يدعوك لأن تكون بهذه الفظاظة مع الآخرين. أنت شخصية جيدة، لكن أسلوبك في التعامل مع من حولك ليس بالمستوى المطلوب. مهنياً، الوقت الحالي قد يكون الوقت المثالي لبدء مشروعك الخاص. فرص النجاح كبيرة جداً، كما أن نضجك يجعلك أقدر من أي وقت مضى على إدارة هذا النشاط. عاطفياً، يحاول شخص من التقرب إليك في الفترة المقبلة، لكن نواياه ليست كما يعلن. عليك أن تأخذ حذرك الكامل منه ولا تسمح له بالتوغل كثيراً في حياتك. صحياً برج الحوت، تشعر اليوم ببعض الآلام غير محددة السبب. ربما الأمر يحتاج إلى الخضوع للفحوصات لتحديد سبب المشكلة وعلاجه. مستمعينا، هذه كانت كل معلوماتنا لليوم من عالم الفلك. دايما تابعوني عبر إذاعة أم راديو.